بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومعانديهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، صدق الله العلي العظيم. لكل إنسان في هذه الحياة هدف ويسعى للوصول إلى هدفه بشتى الطرق، وعادة لا يمكن الوصول إلى الهدف إلا بالتضحيات، وعلى قدر كبر الهدف تكون التضحية كبيرة. مثلا التاجر الذي يريد الحصول على ثروة، هذا التاجر لابد وأن يقدم التضحية، يركب البحر، يترك أهله وزوجته لشهور، وفي الأزمنة السابقة لسنوات، يقتحم المخاطر. لماذا؟ لأن له هدفا يريد أن يحققه، يتحمل كل المصاعب والمتاعب والآلام لأجل الوصول إلى هذا الهدف، وهو الثروة والمال والكنز وما أشبه ذلك. السياسي الذي يريد أن يتسلق إلى منصب معين، يريد أن يصبح نائبا، يريد أن يصبح وزيرا، يريد أن يصبح حاكما، قائدا، رئيسا، يضحي بكل ما يخدم هدفه، يضحي براحته، بنومه، بأكله، يصرف الملايين بل المليارات. لماذا هذه التضحية؟ لأن له هدفا معينا يريد الوصول إلى ذلك الهدف. وبمقدار ما يكون الهدف عظيما ومهما وساميا، بهذا المقدار يكبر حجم التضحية، تكون التضحية كبيرة وشمولية وذات أبعاد متعددة. من هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. لماذا ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ لأن هدف الرسول صلى الله عليه وآله من أكبر الأهداف وأسمى الأهداف وأعظم الأهداف،
ومن هنا جاء قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يأتي التسديد الإلهي: والله يعصمك من الناس. الخطباء الكرام، العلماء العظام، امتداد لذلك التبليغ الإلهي، امتداد لرسالة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، امتداد لرسالة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكما ضحوا أولئك من يكون في طريقهم لا بد وأن يضحي. يضحي بأي شيء؟ يضحي بكل شيء، يضحي بلا حدود. تضحية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كانت تضحية بلا حدود، والذي يقتفي أثر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لا بد وأن يضحي بلا حدود. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. كل شيء لله، كل شيء في سبيل الله، كل شيء في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف الذي هو إقامة الدين. أقيم الدين، إقامة الدين الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء والأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام، تستدعي التضحية الكبرى في مختلف الأبعاد. أشير إلى مجموعة من الأبعاد الذي لا بد للمبلغ وللخطيب أن يوطن نفسه على الاستعداد للتضحية حينما يحين الموعد. الجندي يكون مستعداً في ساحة المعركة، يضحي بنفسه. هذا الاستعداد خلال سنة، سنتين، 10 سنوات، حينما يكون في المدينة، حينما يكون في المعسكر، ولكن سعة الساعة حينما يحين الموعد وحينما تحين الفرصة، هنالك يضحي وهنالك يعطي ما قدمه مسبقا. المبلغ، الخطيب، العالم، الرسالي، الهادف أيضا لا بد وأن يوطن نفسه على الاستعداد للتضحية حينما تحين الفرصة. ما هي أبعاد التضحية؟ أبعاد متعددة، أشير إلى 5 منها. البعد الأول: التضحية بالوقت وبالراحة. تضحيتان: التضحية بالوقت والتضحية بالراحة. ينقل في حياة الشريف الرضي رحمة الله عليه أنه لم يطفئ السراج 7 سنوات، لم يطفئ السراج 7 سنوات الشريف الرضي، كل الليل من أول الليل السراج في غرفته، في حجرته، في المدرسة لم يطفئه، وحتى الصباح. هاي السنوات 7 الأولى، والسنوات 7 الثانية لم يشعل السراج في حجرته. 14 سنة. ما معنى ذلك؟
معنى ذلك أنه في السبع الأولى كان الشريف الرضي يطالع طيلة الليل، فكان يحتاج إلى السراج، لم يطفئ السراج من المساء وحتى الصباح. هاي مو تضحية بالوقت، هذه مو تضحية بالراحة. كان يمكنه أن ينام كالآخرين، ولكن من له هدف معين لا بد وأن يضحي براحته، لا بد وأن يضحي بوقته. هاي السبع سنوات الأولى، والسبع الثانية شنو؟ لم يشعل السراج، وإنما كان يقظا مستيقظا في الظلام، يفكر في تلك السنوات الأولى ماذا طالع. من أول الليل وإلى الصباح يصرف وقته في التفكير. التفكير له دور مهم، التفكير هو الأساس في المرحلة الأولى تلقي العلوم، في المرحلة الثانية التفكير فيما تلقاه. 14 سنة من الجهاد المتواصل كل ليلة مع النفس، مع الراحة. الإنسان بطبعه يثاقل إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، بطبعه ما عنده خلق، يريد ينام، يريد يأخذ راحته، ولكن الذي له هدف معين لابد وأن يضحي بوقته وبراحته. العلامة الأميني رحمة الله عليه، هذا النتاج الكبير لهذا العالم الجليل، هل جاء اعتباطا؟ الجواب كلا، هنالك جهاد، هنالك تضحية بالوقت، هنالك تضحية بالراحة. كان العلامة الأميني رحمة الله عليه صاحب موسوعة الغدير، تلك الموسوعة القيمة، يذهب إلى المكتبة ويغلق الباب على نفسه ويطالع 18 ساعة جرة واحد، 18 ساعة واحد يعكف على طلب العلم والبحث عن مصادر الغدير، ليكون هذا النتاج الذي هو مفخرة للعالم الشيعي وحجة على العالم الآخر. هذا لم يأتي اعتباطا، لم يأتي عبثا، وإنما مقدمات هذا النتاج تضحية يوميا 18 ساعة مستمرة. هذا البعد الأول من التضحية. البعد الثاني التضحية بالمال. المال يغري الإنسان. أذهب إلى التبليغ إن كان هنالك مال، لا أذهب لأنه لا تتوفر المصادر المالية. المبلغ الرسالي الحقيقي لابد وأن يضحي بماله أولا وبالذات، ولابد وأن يكون مصدرا ماليا. العياشي العالم المفسر المعروف رحمة الله عليه صاحب تفسير العياشي، ورث من أبيه طنا من ذهب أو أكثر، طن من الذهب، ولكن كل هذه الأموال صرفه في سبيل التبليغ عن الدين وعن المذهب في قضية مفصلة معروفة. التوطين على أن الملاك هو التبليغ، توطين النفس على أن الملاك هو سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يستدعي أن يضحي الإنسان بماله. أحد كبار الخطباء المعاصرين نقل لي في مرة من المرات أنه التقى زميل له في أيام الدراسة،
أيام الدراسة الأكاديمية الابتدائية، فيقول: التقيت به بعد انقطاع طويل سنوات، فقلت له: ماذا أصبحت؟ قال: أصبحت وزيرا، نتيجة الجهاد المتواصل سنوات طويلة، درس وذهب وناظر إلى أن أصبح وزيرا. ضمن الكلام يقول: قال لي ذلك الوزير أن راتبي كذا من المال، راتب كبير جدا. فيقول الخطيب: أنا في قلبي ضحكت وقلت له: بمقدار هذا المال اللي أنت تفتخر راتبك، أنا شهريا أتصدق على الفقراء وعلى المساكين وعلى المشاريع الخيرية، ولأجل التبليغ ولأجل الخطباء. واحد سنوات يعمل إلى أن يصبح وزير، لماذا؟ لكي يأخذ راتبا معينا. وهذا الخطيب بهذا المقدار كل شهر يتصدق على الفقراء وعلى المساكين وعلى المشاريع الخيرية. المال يجذب الإنسان، المال ما يخلي الإنسان يتحرك، لابد وأن يتحرر المبلغ والخطيب والعالم من قيد هذا الأمر الذي يجذبه ويسبب أن يتخلى عن هدفه، وإلا لا يصل. البعد الثالث: التضحية بالأهل. هذا تضحية صعبة جدا، واحد يضحي بأهله. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هاي كل الأهل، وأموال اقترفتموها، هذا يدخل في المال، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الأهل، العشيرة، الزوجة يضغطون على الإنسان، وين رايح؟ ليش رايح؟ من لنا؟ هذا يسبب تثاقل الإنسان عن الحركة. لازم واحد يوطن نفسه على التضحية بالأهل فيما إذا استدعى الأمر والموقف التضحية. واحد نقل لي: اللي أنا صعب علي أذهب للتبليغ، ليش؟ لأن عندي علاقة بأولادي ما أقدر أنقطع عنهم، عنده علاقة بأولاد. زوجة الإنسان تضغط عليه، حب الوطن يضغط عليه. الواحد وين يروح للهجرة؟ وين يهاجر؟ وين يترك أهله؟ وين يترك عائلته؟ وين يترك عشيرته؟ وين يروح إلى بلاد الغربة؟ هذا كله يضغط على الإنسان. الإنسان لازم يوطن نفسه على تحمل هذه المشكلة، يتحمل هذا العناء، وتأتي النتائج بعد التضحيات. رجل من العلماء مذكور اسمه، ربما اسمه شيخ عبد الله، هذا كان في الحوزة العلمية يدرس في تلك الأزمنة. الذهاب إلى الحج كان سهلا، مو مثل هالأزمنة المعقدة اللي واحد ما يقدر يروح للحج. هذا كل سنة كان يروح للحج ويروح للعمرة، في فترة الحج يذهب إلى الحج، في فترة العمرة يذهب إلى العمرة، سنوات طويلة، وفي غير الفترتين في مدينته في الحوزة العلمية يدرس، إلى أن حج 50 حجة وعمرة. بس عمره إيش قد؟ 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة. في يوم من الأيام وهو في المطاف فكر مع نفسه: إلى متى؟
الحاج عمل عبادي مستحب، ولكن هل هذه وظيفتي؟ هل هذه وظيفتي؟ أبقى أحج وأحج وأحج وأذهب إلى الزيارة وأذهب إلى الزيارة، هذا عمل مستحب جيد، ولكن أقيم الدين مو واجب، واجب مطلق. ومقدمات الواجب المطلق أيضا واجب، واجبة مطلقة. أقيم الدين، واحد يروح للحج هذا لا يقام به الدين، إلا إذا فرد واحد عنده مشروع في الحج، عنده تبليغ، عنده حملة، عنده بعثة، ذاك بحث آخر. أما واحد يذهب إلى الحج لصرف العبادة، لصرف التقرب إلى الله، هذا مطلوب، هذا جيد، هذا مستحب، ولكن أقيم الدين واجب. هذا الشيخ الجليل الذي حج 50 مرة مع العمرة فكر مع نفسه أنه إلى متى؟ أليس من واجبي بعد هذه الفترة من الدراسة أن أذهب إلى التبليغ؟ استشار الموجودين هناك، أي منطقة نائية جدا أذهب إلى تلك المنطقة للتبليغ وأستقر هناك. فوقع اختياره على فلبين، أبعد منطقة كان يمكن أن يذهب إليها، اختار تلك المنطقة النائية، ما يعرف لغة، ما يعرف أحد، ما عنده أهل هناك، ما عنده جماعة، ولكن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ترك كل شيء وذهب وحيدا فريدا إلى تلك المنطقة، دخل في منطقة لا يعرف أهلها، ربما كانوا شبه متوحشين يعيشون في الخيام. فاختار الخيمة الأنيقة جدا الكبيرة اللي تدل على أن هؤلاء، صاحب هذه الخيمة شيخ العشيرة مثلا، رئيس المنطقة مثلا. فدخل، هسه يمكن يقتلوه، يمكن يقتلوه، ما يعرف لغتهم أصلا. دخل وقف بالباب متواضعا، دخل وقف متواضع، شافوا الجماعة هذا منه، هذا غريب، لا يعرف لغتهم، لا يعرفون لغته. ثم بدأ يخدمهم لغة الحركات، افتهم أن الرئيس يريد ماي جاب له ماي، شاف أكو زبالة مثلا شالها خلاها خارج. هم التفتوا بأنه يخدمهم، استحسنوا وجوده. سنة، سنتين، 3 سنوات، اعتبر نفسه خادما لهم. من هم كفرة؟ شلون روحية؟ شلون صمود؟ واحد اللي 50 سنة في الحوزة العلمية وصل إلى مرحلة الاجتهاد، ربما 50 سنة يحج ويعتمر، ترك كل راحته ليذهب إلى منطقة بعيدة نائية ربما يقتلونه، فجعل نفسه خادما لهم. شوية شوية أنسوا به فزوجوه من تلك المنطقة بنت شيخ العشيرة، واحد من الموجود. هذا الشيء اللي كان يسويه وقت الصلاة، كان يصلي، يقف بجانب ويصلي. بعد 9 سنوات من هذا الجهاد اللي كل يوم يوم من عنده مرير، أنتوا فقط 10 أيام ابتعدوا عن أهلكم، عن عائلتكم، شنو يصير بالإنسان؟ هذا 9 سنوات. بعد 9 سنوات سألوه، طبعا تعلم اللغة في هالفترة وأنسوا به وأصبح منهم ولكن كخادم. بعد 9 سنوات سألوه شنو هالحركات؟ قال هذه الحركات الصلاة، وهي عبادة لله تبارك وتعالى. الآن الإسلام المنتشر في فلبين ببركة هذا الرجل. ما أدري، ملايين الآن في فلبين أكو مسلمين،
ببركة جهاد هذا الرجل. هذه التضحية. طبعا واحد لازم يوفق بين الحقين، يعني الذي يذهب للتبليغ فترة طويلة، أهله زوجته تتأذى، يرضيهم بالكلام الجميل، يرضيهم مثلا بالهدايا. واحد من الخطباء كان فترة طويلة يذهب إلى التبليغ، فترة طويلة بالسنة 6 أشهر 9 أشهر كان في التبليغ، فزوجته كانت متأذية جدا. أحد العلماء قال لها: أنت تشاركينه في الأجر. رضيت بهذه الكلام، فشافت أن جهاده الذهاب للتبليغ وجهادها ذلك، البقاء في البيت والصبر والانتظار وتهيئة المناخ المناسب لكي هذا الرجل يذهب ويؤدي واجبه ووظيفته. ربما الأهل، الزوجة، الأولاد يرضون بالشيء اليسير، يعني واحد تارة يعمل القوة فيهم فدائما يسخطون على الرجل، على الزوج، يسخطون على مهمته، وتارة يشاركهم. الزوجة أيضا تذهب للتبليغ، واحد كان كذلك حينما يذهب للتبليغ يأخذ زوجته وياه، هي أيضا تبلغ للنساء. التضحية بالأهل، هذا هو الثالث. الرابع التضحية بالنفس. الإنسان يقتل في هذا الطريق، لازم يكون مستعد وإن كان مصيره القاتل. قضية الشيخ فتح الله والشيخ عناية الله في قضية الهند معروفة، لا أنقل لكم ذلك، من أراد التفصيل فليراجع كتاب المرحوم الأخ رحمة الله عليه. قضية أخرى نقلها المرحوم الوالد رحمة الله عليه في إحدى الحوزات العلمية، جمع من الطلبة فكروا أن يذهبوا إلى التبليغ إلى مدينة نائية جدا، ربما أذربيجان. 7 من الطلبة، أولهم ذهب، قضية مفصلة، فقالوا له: إن ذهبت ووصلت حيا وأديت مهمتك ونشرت الدعوة، ربما من النجف الأشرف ذهبوا إلى أذربيجان، اكتب لنا رسالة. إن لم تكتب لنا رسالة معنى ذلك أنك استشهدت في هذا الطريق. ذهب الأول ولم يعد ولم تأت منه رسالة. فترة سنة اجتمعوا الستة وقالوا: قتل. النفر الأول حينما يذهب يحتمل أنه يقتل ويحتمل أنه يرجع ويؤدي مهمته ثم يرجع، ولكن النفر الثاني احتمال القتل يكون أكثر. الستة اجتمعوا قالوا: ماذا نفعل؟ أحدهم قال: أنا أذهب. قالوا: احتمال القتل أكو. قال: وإن؟ قالوا له: اكتب لنا رسالة. ذهب ولم يكتب رسالة ولم يعد، وربما مرت سنة، اجتمع الخمسة، اجتمع الأربعة، اجتمع الثلاثة، اجتمع 2، والنفر الأخير بقى وحيدا وذهب. 7 سنوات متواصلة أو أكثر. السابع أيضا قتل، الآن قبور السبعة موجودة في تلك المدينة، ولكن أشرق نور أهل البيت في قلوب أهالي تلك المدينة بعد هذه التضحية الكبيرة. التضحية الخامسة، وربما هي من أشق وأصعب وأشد أنواع التضحيات، حتى أشد من القاتل، وهي التضحية بالعرض. واحد مستعد كل شيء يصير، ولا عرضه ولا ما يوجهه ولا كرامته،
المبلغ يلزم عليه أن يوطن نفسه على التضحية بالعرض. ليش المشركين كانوا يقولون النار ولا العار؟ العار يعني ما يوجه، ما مستعد يروح. أنا مستعد، الكافر يقول مستعد أن يدخل نار جهنم ويتحمل أشد أنواع العذاب ولا العار. ربما من أصعب التضحيات اللي قدمها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هذه التضحية، ماء الوجه. أنتوا تصوروا ابن بنت رسول الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يومية يشوفون الإمام الحسين في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، يومية يشوفون التأكيد من الإمام من الرسول صلى الله عليه وآله على عظمة سيد الشهداء. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتي من الدنيا. يومية تأكيد ممن؟ من رسول الله الذي آمنوا به. ولم يمر نصف قرن وإذا يتهمونه بأنه خارجي. خارجي اتهام في العرض، ما يلوجه. الناس هم يصدقون خارجي يعني شنو؟ احنا فرد واحد اذا بالشارع واحد يسبه يقدر ينام بالليل؟ خلوا نفسكم. واحد يهينكم قدام الناس، فد إهانة مختصرة، واحد يقدر ينام؟ يتهم خارجي يعني فرد مبلغ أو فرد خطيب أو فرد عالم يروح إلى منطقة، في منطقة اليوم يقولون هذا بريطاني هذا إنجليزي، شنو يصير به؟ المبلغ لازم يوطن نفسه على تحمل ذلك. خارجي يعني بريطاني يعني إنجليزي يعني مرتبط بالاستعمار، هذا يهدم أساس الإنسان. ساحر، مجنون، هاي الكلمات اللي كانوا ينسبونها لرسول الله، العياذ بالله من ذلك. خارجي، أجنبي، عميل، هذا اتهام في العرض. أحد العلماء قال لمن يسبه في قضية مفصلة، واحد رافق أحد العلماء من مكان إلى باب بيته وهو يسبه، فحينما وصل إلى باب البيت العالم قال له كل شيء قل لي ولكن لا تسب عرضي، أنا ما أتحمل. طبعا هو هذا تحمل كان من عنده، ولكن أراد أن يبين الواقع ما يدور في قلبه. الإنسان لازم يكون مستعد للتضحية حتى بعرضه، والنتيجة كان معنا في الرفيق الأعلى كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه. الناس المنقطعين عن الإمام أجل الله تعالى في فرجه الشريف، ألا فمن هداه، من هداه يعني شنو؟ يعني المبلغون الكرام، الخطباء، العلماء، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المضحين في سبيل سيد الشهداء تضحية بلا حدود، لنكون معهم صلوات الله عليهم في الرفيق الأعلى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.